ضياع للحياء والحشمة، وظهور للمنكرات، واختلاط بين الرجال والنساء من غير حياء، ويحصل التحرش، يحصل التحرش الكثير، وربما يتمكن الأشرار من ما يريدون من شهواتهم. فإن هؤلاء الشباب والشابات إذا التقوا ورأى بعضهم بعضا مع قلة دينهم وفور الشباب فيهم، يحصل من ذلك ما لا تحمد عقباه. فعلينا أن نتقي الله يا عباد الله قبل أن يحل بنا ما لا نطيق من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يمهل ولا يهمل، فإن الله يمهل ولا يهمل، فلا نغتر بإمهال الله عز وجل ولا نتمادى فيما نحن فيه. علينا جميعا، علينا جميعا وخصوصا الآباء والأمهات، علينا أن ننكر هذه المنكرات، ومن دعي إليها فلا يجيب إلا إذا كان يقدر على إنكار المنكر وإزالته، فإنه يجب عليه الحضور. أما من كان لا يقدر على ذلك فإنه لا يجوز له الحضور. فاتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال.